4 سنوات غارة جوية سببت لعجز بإجري، وما عندي الاستطاعة والإمكانية أحسن أتعالج، والعلاج زمتا ممكن إعاقة دائمة. و4 سنوات لليوم أنا ما خرج لا أشتغل ولا أقدم أي شيء، ومسؤول في رقبتي عائلة. ما بحسن اشتغل اي شغل اني بجسمي، حصر انه بدي اشتغل على تواصل اجتماعي عباركتي عطشتي، واخترت هذا التطبيق اشتغل فيه لانه كان اولي، انه بحسن كنت امن معيشتي واويت جيب الادوية تبعيتي، بس على سعر فرق الغلا هلا اللي صاير ما عم بحسن دوبي اكلي وشربي.